بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما انهينا الحديث عن الرايتنج سيتنجز، الكلام ان شاء الله باذن الله اليوم عن الريدنج سيتنجز. وفي الريدنج سيتنجز اول حاجه بتجيب لك بتكون عباره عن الفرونت بيج ديسبلاي، يعني اول صفحه بتواجهك لما تيجي تفتح الموقع بتاعك. حاجه من اتنين، يا اما يور ليتست بوست، لان لو انت كنت ناوي تخلي الموقع بتاعك يبقى مدونه فبالتالي التدوينات اللي انت بتنشرها اول باول بتبقى في الواجهه الصفحه دي، او انك تخليها ستاتيك بيج، تخليها صفحه ثابته، فبالتالي تقدر تختار ان صفحه معينه من ضمن الصفحات هي بتكون الصفحه الاولانيه. تقصد ايه بالكلام ده؟ طيب عادي، انا هعمل فيزيت للسايت تبعي وهقول لحضرتك اني ادي صفحه الاندكس، انا كده شغال مدونه بدليل ان هو عرض لي التدوينات، انا عندي ثلاث تدوينات في الموقع تبعي فعرض لي الثلاث تدوينات. لكن انا لو اخترت صفحه معينه زي السايت ماب او كونتاكت مي كده بيجي مدون، لو انا اخترت ستاتيك بيج وخليتها مثلا كونتاكت مي وعملت سيف تشينج ورحت على الاندكس على الصفحه الرئيسيه بريفريش وريلود، الاقي صفحه كونتاكت مي، فبالتالي ما بقتش هي ايه الصفحه اللي فيها التدوينات. ده الفرق ما بين الاثنين. طبعا انت بتحاول تخلي صفحه اللي هم صفحه للايه للبوست، صفحه للتدوينات اقصد. الجانب الثاني، لو انت كنت ناوي تخليها مدونه، يعني البيج بتاع ال يعني الصفحه اللي فيها البوستس بتشيل لغايه كام بوست؟ 10، وبعدين يقول لك بيج. ها فاهمني انت البيجنج من تحت 1 2 3 4، يعني انت زي ايه اول صفحه فيها 10 تدوينات، خلاص خلصت ال 10 تدوينات تروح يجيب لك من تحت رقم 2 عشان تفوق عليه ويديك البيج الثانيه اللي فيها 10 تدوينات ثانيه وهكذا. الجانب الثاني ساينديكيشن فيدز شو ذا موست ريسنت، الفيدز ديت تقريبا على ما اذكر يعني من خلال البحث عنها كانت خاصة بموضوع الحاجات اللي فيها RSS، الخدمة بتاعت انت بتحاول تغذي الموقع. الشاهد معايا فيها الحقول دي بتشيل لغاية كام بوست، برضو limitation عدد معين يعني. For each article and feature، انا لو انا في الارتكلز ديت اطلع لك الفول تكست يعني التدوينه كلها، ولا السمري لو انت كنت عايز يعني زي نص صغير كده وبعدين اقرا المزيد. السيرش انجن فيزابيليتي نوت ريكومندد انك تعلم على القصه دي، لو انت عايز تعمل سكرج للانجن سيرش انها تاندكس الموقع تبعك مش ريكومندد يعني انك تحط صح على العلامه دي، بس انت خلي الموقع بتاعك لو انت نشره يعني ماشي. والمشكله ان السيرش انجن تعمل اندكس عليه، انت تحاول تشوف الكونتنت بتاعك ولو لقيت حاجه قيمه تربطك بيه. بدايه القصه في موضوع الريدنج سيتنجز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.